القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. وجد درس سويس 442 من دروس التفسير، وما زال في سورة سبأ. سورة سبأ سجد الدرس الأخير من الآية 40 إلى غاية الآية 54. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يوم الحشر، يوم أس ذي الدنيا تنسى أسان كل يوم ينسيك ضربي بسان، وذي عيش 20 سنة و50 سنة و100 سنة ولكن كل آت قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمعنى إلي الواس يغلفناك والسام يوعر مليح لخرف، خطر إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. فلا يوم القيامة ثم قرآن، فلا القيامة كل يوم لسع يوم القيامين اسمي يموت ذاين يموت خلاص من بعد مات. لذلك في آيات عديدة ربنا ينبهنا إلى خطورة ذلك اليوم، وكلنا إلى ذلك المصير. ربي سبحانه غيتنبيه غيتوليه باش ندقس ونغفلارا ديقار يوم يوم يوم. ذكرت كلمة يوم في القرآن كثيرا، آس مثلا آخر ما أنزل في القرآن الآية الأولى التي نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، ولكن آخر آية أنزلت زرنا شوت هي الآية 281 من سورة البقرة، عند دين ربي سبحانه واتقوا يوما، أثنى يغاد تكررت واتقوا يوما، أغذث حزفث خممث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أتسوغل ماك بلا استثناء ولا شوال دينين كيني وتسغر وان وصروح غارة خاطئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني أين نزرع ذي الدنيث أثنغلث ذي الآخر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. لن وقد يعبد القمر ويعبد البر ويعبد الطيج ويعبد الجن ويعبد الملائكة ويعبد ثران ويعبد ثيمس ويعبد الأصنام إزراء، كل هذه العقائد باطلة فطلنت يكسي ويوث، اللي هي عقيدة التوحيد. لأن يعني مدين ربي في سورة البقرة الآية التي بعد آية الكرسي الآية 256، فمن يكفر بالطاغوت اسمه ربي الطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله النتيجة
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور، إلى آخر الآية. بعد الملائكة السويل بي لماذا باش يأتي الرد منهم من الملائكة؟ أنا سنكون خاطئ. قالوا سبحانك تنزيها لله، تنزيها وتعظيما لله، سبحانك أنت ولينا من دونهم، يا ربي وحدك وسيادة شريك وحدك، بل كانوا يعبدون الجن، ولكن وكذا كاع عبدنا الجن المشركين، لا المشركين يعبدون الجن. تلاقي موقف من المواقف، هناك مواقف أخرى راهي مبثوثة في الوحي الطاهر. أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ذي لخرث ذقوسني يوم القيامة ولاش وينفعا ويض، ولاش وينفعا ويض. يكل المشركين يتخدم النغا المشركين يتخدم ماك يا ربي ذا شريك ذي لخرث وكنين فعالا سوى ربي سبحانه عز وجل، وكنت ضرون وكن نفعا. ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ذوقوا مازال ذا نعروض، ذوقوا يا كذا نعرض نذوق نتذوق، ولا حول قوة إلا بالله، والله ولا واحد منا إذا كانت نار الدنيا تخاف من نار جهنم، في مستقيل دونيث تساقوال سيتي مستنجا الآخر. وما أدراك نكوني زعما زعما البشر الإنسان هو كان ما نخاف والو، أنا يقول لك ما نخاف والو، ما نخاف أنتم تخافوا ربي أنا ما نخافش، يقول لك هاك شنو تسقوض ولا ديون، إن صارك خوافي هوايك كان الحقيقة، جحدوا بها واستيقظت أنفسهم. لو كان تكون سانكيام إيطاج وتزلزل الباطيمة ما تخافش، إيه ما بقى العقل لا والو، لا سلك راسك وتجري شوف كوشمار كوشمار، يلا راك مريح راقد بيان تشوف كوشمار، رؤية مزعجة أكثر كيف ثاولة الترقض مدك الرسل. الحمد لله همي الحمد لله همي ترقيث. إذن ثاقي لذلك ربي يسترنا وخلاص، خطر الدنيا والله غير واعرة امتحان كبير، وما لزمون سعر سيسيون دورة راباج يوسف توزر تبقى على خير. في الدنيا كاين مزايدات، كاين الزخم بلا المعنى، يقول لك من بعد انتم راكم تصليوا جامع وراكم ديروا ليكستونسيون الجوامع وراكم تبني وراكم من بعد. يا ولدي روح بالعقل برك، والله العظيم غير الخوف عليك، الخوف علينا جميعا، انما نسال الله العفو والعافيه. الانسان كي تفضي ربي سوى النوز، نوزا سي ربي اني قرني مزوره، نوزا سي ربي. يلا فاليوم ذا شو دينا بعد سيدي ربي؟ وإذا تتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم عليهم آياتنا، هذوك المشركين والكفار، تتلى عليهم آياتنا بينات، بينات واضحات جليات حاملات لحجج قاطعة لا تقبل إثبات العكس. يعني أكني ليش قارن الجواب إنسان؟ قالوا ما هذا؟ إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل درجاز يريد أن يصدكم فعما كان يعبد آباؤكم، يعني أرجازك يساد باش أكوني السارق أكوني السبعذ في قاذي عبذني الجدود نوان لمولى نوان فورا نكوني مدينة جديث، نكوني الجدود ناضي سلما عادي من اثنين التفضيل الجديس ذا كافريو يعبد زرو قوبل هوبل اللات العزة الأصلة وتزخر الشركيات ناس واقي يفغى كشمن دي العاطفة، وعلى بالكم تجدي طوارة تجدي واحد يمسك في جدك تولي حاجة أخرى، لا الرياكسيون تكون قوية، قول واش بيك هما بغاوي سي دي بروفوكاسيون استفزاز ومن طن تقوية. قالوا هذا محمد هذا صلى الله عليه وسلم بغى يبعدكم على العقيدة نتاع باباكم وجدكم وكذا، للاستنهاض استنهاض الهمة والعزيمة، الرجلة دافع على العقيدة نتاع الأجداد. هكا سنن
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، يبغى كن سبعة عما كان يعبد آباؤكم مما مولون لعبذا، شو عبذا؟ عبذا نزرة رنو الناس. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني هذا كذب مختلق، هذا القرآن اللي راه يقولوا كذا ما كانش منه، هكذا يقولون. وطبعا في كل مرة ربنا يكرر هذه المواقف من أجل لفت الانتباه، من أجل التذكير، والذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين إلى آخره. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. أرنا الناس السحر على بالكم، داروا كلش الإغراء والاتهامات الباطلة وإلى آخره، قالوا قيد السحر، لأنه العرب هم عمالقة البيان، هم فرسان البلاغة، يعني استقبال ذي حداث البوال، يعلمون أن هذا الكلام حق. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هم يعلمون ذلك، لذلك قالوا بلي هذا سحر. على بالك واحد كي تلفلو يرميها ليه، أب يرميها وين ما تقدر تفهمها ما تقدر تحكمها، ساحر، كل هذا باطل. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ربي راه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرب، عرب مكة، أهل مكة، لم يبعث فيهم رسول ولا أنزل عليهم كتاب، معناها ولاش لن ذي الشرك يسد القرآن. يسعدهم هذا شرف، هذا شرف لهم أن الله يبعث رسولا منهم. علاش قال منهم؟ لأنه تعرفونه سنمس، يسميوه الصادق الأمين، يتوسن ذباب التذس، ذباب الأمانة، منهم المفروض يفرحوا ويعتزوا هكذا. وما أرسلنا إليهم قبلك ولاش من نذير، وكذب الذين من قبلهم في الأمم مثل الأخرى، وما بلغوا معشار ما آتيناهم. معشار المعنى أن سور ميل، واحد على ألف، ماشي واحد على عشرة، لا ماشي أن ديزيام، لا لا، أن سور ميل يعني في اللغة العربية ذكي المقصود، معنى يأكلوا ثبضنا أرباب الحضارات، لا في القوة لا في العلم لا في الحضارة لا في السلطان، ثبض مرة من اثنين أكني كفاروا جحدوا كفرا ربي سبحانه يعقب إثم الأقوى من يعدان يقدرنا كذا، ومغار الأنبياء سيدنا نوح وكل سيدنا يونس وكذا فلان فلان، يعني تصل الأنبياء والرسل وكل سيدنا موسى، يعني القوم من سيدنا موسى إلى آخره، القوم من سيدنا عيسى، يكوي مزورة خطر أنقروا والأمة سلمت. قدر الله أن تكون أمة الإسلام هي الأمة الشاهدة على الناس، كما قال القرآن في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هي أمة شهيدة على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآيات. بعد وما بلغوا معشر ما آتيناهم فكذبوا رسلي، موقف الأقوام السابقة التكذيب، طبعا هناك المؤمنين ولكن الغالب كذبوا سيد الرسل، فكيف كان نكيري. ولكن اقرأ التاريخ، زر شوي ضران ذيك السن وسيد علي كرم الله وجهه قار ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، الدونيث ذلكول الدونيث المدرسة، ولكن أحيانا دروس كثيرة ولكن لا نعتبر هكا. سمحوا لي شغل واحد يمشي في الأوتوروت يشوف أربعة لي زاكسيدون والعياذ بالله، يروح يخزر يتفرج جوست أبري يدير لا فيتاس، شغل بالنسبة ليه نورمال، شغل الآخرين هما اللي يديروا الأكسيدات هو لا لا، حتى شفتوا المصيبة كيف غادي يخلق الله كومبرمون، شغل خاطيه، مشكلة كبيرة جدا. ذكرت هذا المثال حاضر في ذهني لأنه دروس متكررة في حياتنا ولكن أنا لا نعتبر حقلا تولي الرفراف في جفردان أي اللي تسمتاثن في جفرد أكثر بين تسمتاثن في الحروب القلاف بالألوف، ولكن لماذا لا نعتبر؟ هنا الإشكال،
ايضا ونزرا ياك كل واحد عنده الروح وحدها، شكون عنده زوج ارواح؟ انا ديك الساعه سين الارواح، هل ترى هناك حانوت يبيع الروح؟ لوزين تصنع الروح؟ كل يوم يصنع الروح، لازم نحافظوا على ارواحنا. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. شوف الروح واش تسوى عند ربي. يوم ما ينغيونا ما كاين غيوك خلقي فياك ليمانيتي ياك، معناتها باعس روحك برك. اذا كاش ما صرا قدر الله وما شاء فعل، ماشي التهور الرعونه وكذا الاعتبار في هذه ولا في امور اخرى، يعني هذا فقط على سبيل التمثيل. وما آتيناهم من كتب إلى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، شوف سامبليفي يوث، أنت شغل واحدة عزيزة عليك تقول له شوف نقول لك واحدة برك، واحدة يوث معناه ريزومي معناه يوث، ماشي تعطي له 10 ولا 20 أو يقول لك ما عنديش الوقت وما نفهمهاش، لا يوث واحدة، وعلى بالك واحدة هذه تسلك فيها سبيل النجاة. ربي قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم إناسا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يلا خطر التفكير، ممكن وحدك تفكر، تفكر في الله في الملكوت في الآيات، إما في آيات الله المكتوبة هذه كتاب الله المسطور في القرآن أو كتاب الله المنشور في الكون، بلا ما تقرأ بلا ما تقرأ الأسترونومي علم الفلك وكل، لا 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 هكذا مخك. ربي قال في صوت فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق اليونيفير وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شوف الجبال الأنهار السماوات الله أكبر الشمس القمر وحدك، وممكن يكون فيه زوج الرأي والرأي الآخر، ديروا حوار ديروا كذا تتعاونوا في التفكير. التفكير ممكن عندك منطقة في العقل كما يقول كبار الفلاسفة سقراط وأرسطو أفلاطون هذو الفارابي ابن سينا خطر هذو عندهم فلسفة وعندهم أمور أخرى الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كاين مناطق ما تتحركش إلا بالحوار، كنت تفكر وحدك توصل غير هذا النيفو، شوف مع الآخرين طلع وهكذا. فكر، إذا فكرت ستعرف الحقيقة يقينا. زيد بعد ربي قال ثم تتفكروا أكثر من 1000 مرة في القرآن، ربي يقول فكر 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 وحدك يا سيدي، روح للغابة وحدك الجبل القدرار وحد ربي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخره. وبعدين ربي قال وما بصاحبكم من جنة، ما عنده لا جن لا والو لا مسحور لا والو، هو رسول من عند الله وهو خاتم النبيين والمرسلين، هو الخير، ختم الله كوكبة الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هاي فرصتكم، الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، حذري تروح لك، حذري تروح لك، وما أكثر الفرص الضائعة في حياتنا. نسأل الله العفو والعافية، ولكن على الأقل مسألة الإيمان والتوحيد لا بأس الحمد لله، أما الفرص الأخرى راحت أو راح رمضان. كان اللي مجتهد في رمضان 90%، كان 80%، كان مجتهد غير 20%، راحت فرصة خلاص، اللي أعطى له ربي طولة العمر العام الجاي إن شاء الله. وكان اللي يموت على فكرة، كان اللي ماتوا نهار العيد، ماشي غير كلمته قبل العيد، كلمته في العيد كلمته خليها. اذا نقلل من دائره الفرص الضائعه، وهذه قمه الحكمه. قل ما سالتكم من اجر فهو لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الوحي وينشر النور ما لله في سبيل الله، ماشي دونون دونون ماشي بالمقابل، ان اجري الا على الله
ربي سبحانه هو اللي يعطي له الأجر، لأنه بلغ الرسالة تطبيقا لأمر الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهو على كل شيء شهيد. معنى ربي سبحانه محيط بعلمه، ما تخفى عليه خفية، شهيد، ما كاينش اللي ينكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم السر وأخفى. قل لنا ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شوف يقذف، وتكررت كلمة يقذف إذن في القرآن كثيرا، يقذف معناتها الباطل ينسف، ينسف نسفا، الشرك ينسف نسفا بالتوحيد، بالحق علام الغيوب. ربي سبحانه يعلم الغيب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون، علمه محيط. قل جاء الحق، الحق، وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل كي يروح ما يزيدش يتكرر، انتهى. الآن في الدنيا موجود الباطل، كاين الكفر، كاين الشرك، كاين الإلحاد، موجة الإلحاد يا شباب نتاع الإنترنت، عصر روحكم. هذا واش نقول، الإلحاد ضمود باش يولد يغال أتي باش هي. والله غير الإلحاد بالألوان، بالألوان، فاحذروا، احذروا، ما يجيش الناس يضيعوا لك آخرتك. إذا راك تقرا في الجامعة خسرت سيسيون نورمال، عندك سانتيز، عندك راتراباج، راحت لك الدنيا بقى على خير، ولاش سيسيون دو راتراباج، انتهى. ما كانش فرصة دورة الاستدراك، ماشي الزوخ واحد زعما، لا عبث. مسائل الإيمان ما فيهاش العبث، فيهاش العبث، ممكن في مسائل أخرى فرعية عادي، في فروع الدين تناقشوا، في فروع الدين تناقشوا، لكن حتى عيب، حتى كي نختلفوا نورمال. أما الأصول، الأصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. أسي عرقه فريد يوعري ونمي عرق سوفريد غير سيدي ربي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. حنا نشوف التواضع الأنبياء، تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، بس ما تقارن شيني في غضافريت، تقارن ما في غضافريت غادي ذنكيني كان أين زرع ثغرثا. ولكن وإن اهتديت ضربي يديه ذن، فبما يوحي إلي ربي إن كيني ذا الرسول ينزلت في الوحي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. السقار يغلي ينزلت فرلاس الوحي نتسيبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. إنه سميع قريب، يسلى غيني تهضرم يرني قرب هاوس ربي. واش قال في سورة قاف؟ ما يلفظ، سورة قاف الآية 18 الصفحة 520 السطر الثالث أدروات تلقاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو تقول كلمة مسجلة، يا تقولها هكا يا تكتبها في الإنترنت، كيف كيف تقولها تخلصها، مليحة الله يبارك، ماشي مليحة فيها خلاص. كني قارني مزورة، أولي في النيل تهدو، أولي جبر يتروزو من كل شيء، أولي الززدي يسلغو يوار ما فارق الشرعي ثارنا أثرنا وفارقوا لتقبيليس حطوا لتقبيليس تعاوان أمذان باش هذي وزن أواليس يتقبيليس ما دين تقي ودين جماعي سين وزن أولي أوزن. نعم. من بعد ولو ترى إذ فزعوا، مثلا الفزع، الفزع الأكبر ذهن فلا فوت، يعني لا مخلص، ما كاينش هربة، ذي الأخرث يوم القيامة ويوم نحشرهم أرض المحشر، أرض المحشر نجتمعوا كامل، ثم أصوبلي جنرال قاع فخلقي، فإن خلق ربي سي آدم ألمذ بندم أنقارو يأكل كفار المشركين وكذا ذينا بعصا تسلم من يسر بي ولو تارت أنت وليض. فلا فوت، لا يمكن لهم أن يتخلصوا من هذا العذاب، وأخذوا من مكان قريب، يعني ذلك المكان القريب المقصود هنا هو أرض المحشر، ذلك الموقف.
وقالوا آمنا به، ثم يقولون آمنا به. آثرة آمنا بالرسول، آمنا بالقرآن، ولكن الله غالب في فتح الحال. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. الإيمان كان في الدنيا، عرض عليكم الإيمان في الدنيا رفضتموه، في الآخرة لا يقبل إيمانكم. الإيمان لا فوايكي ذي الدنيس إمي دوسان الأنبياء والرسل قالوا محمد صلى الله عليه وسلم ذاكي ذي الآخر ذايان ولمثنا مدنوما ورين في عرى فرعون فاسقر أنا ربكم الأعلى تظلم ثم شاوت البحر وكذا أسمي يعد سيدنا موسى كذ المؤمنين الخير أربح سلكن يعد فرعون كذ العسكر يسك كذ المقاذي لنيذس كشمن كان الداخل يوال الوامان كن اللان ذي ناسي قرأ آمنتو حتى فرعون أعلن عن إيمانه ولكن ذايا انتهى جعله الله عز وجل آية للطواغيت في هذه الحياة وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل شف مباشرة جاءت الحجة هذا الإيمان هذا الرسول كفروا به من قبل كفرا ومن نارا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد الفكرة نفسها وحيل بينهم آخر آية الآية 54 وحيل بينهم وبين ما يشتهون هم يشتهون سيرنا ذلك المؤمنين سيرنا وعلى بكم الآية ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مليح واحد يعيش مسلم يموت مسلم حالك نشوف واحد قريب يموت واش نديروا له لا إله إلا الله محمد رسول الله نلقنه الشهادة ونذكره باللي ما تخافش انت يا ما تخافش خطر الخوف حنا كاع خايا خوافين كاع كي تقول ما تخافش ترك مؤمن تعطي له لينيرجي طاقة كونفيونس ما يقدرش يقولها على باكين اللي تعقلنا اللحظات هذيك واعرة واعرة جدا ولكن أمرنا بأن نلقنه الشهادة اسمك تهيد باللي شيني ذي نسلم هذون يشتهون السير من باش أذيرين ذي المؤمنين ولكن لا ينفع وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل زوار انت الكفار وياض المشركين وياض كي أكنس نظرا فنظروا إنهم كانوا في شك مريب لن عشن دي الشك لذلك يغرق الإيمان لقد يقين ولا قلب ما ديمنا بيبيري ولاش الايمان بيبيري لق الايمان يقين لا يتغلغل اليه الشك ذي الايمان زدين يصفان في سناث وكذاكي ثروح حسن الفرصه ضاعت فرصتهم اسمحوا لي نقول لكم واحد الفكره لو كنت تشوفوا ان جوار يلا نهضروا شويه على الهضره نتاع لي جون جوار فاصا فاص مع الجول وما يماركيش واش يصرى واش تقولوا يا شباب راه عطى الفرصه يعيطوا كاع حتى في الباطيمات ماشي تاع الاستاد برك الباطيمه ولا لا لا هاو كيف فاصا فاص مع الجول يا عجبه الا كان تكون انت يا دره واش دير هو 90 دقيقه هو لسانو إذا كان بينالتي ضغى هذه ضغى بينالتي هذا بل كاين اللي جوار هنا يقول لك ما كاينش حاجة واعرة كما بينالتي واعرة على اللي تير أكثر من الجول خاطر الدنيا قاعد تخسر ودي فاي يعنيها كامل واش يقولوا له راطا البيت راتي بينالتي شحال لي بينالتي نراتي نكون يدي الدونيس حديث قياسه حنا ثاني راتينا لي بينالتي راتينا نتاع الصلاة راتينا نتاع الصيام راتينا نتاع صافي باش نصرات يرى لي بينالتي نغدا ولكن باش نجبد فقط زريط فهمي أول سلمى ناس نغد سي 2001 ذاقين في ذات درس مزوار وذي رمضان رمضان 2001 درس مزوار التفسير ذاك أكثر من 23 سنة
ذاكي الا الشيخ عبد الله كسوحات يشفو ربي عبد الغدي هو لاكي يقدر ربي الساكي اكل الدرس 442 ومع نهايه سوره السبا نخدم الدرس الساكي ان شاء الله نسيرم السيره السونا ديفك ربي تغزل العمر الا ما نكمل تفسير بوال ربي جاون ثلويث والسلام عليكم ورحمه الله.